بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أولا أن أبارك لكم على حفل الزواج، وأن أبارك لكم أول خطوة تخطوها نحو إنشاء أسر، أتمنى أن تكون أسر سعيدة. الزواج إلى جانب كونه فرح واحتفالات وعرس، بس هو أهم شيء أنه مسؤولية. المسؤولية صعبة وتتطلب مجهود وتضحيات. أهم مشكلة تواجه العريس والعروسة في بداية حياتهم هي الشؤون المالية، وأتمنى أن لا تبدأوا بالدين. عشان هذا السبب إحنا في شركة نسمة ندعم جمعية الزواج، لأنها تزيل عن كاحلكم مسؤولية كبيرة وتضعكم في الطريق الصحيح إن شاء الله.